FM. الكلمة ليك. كل غنية عندها روحها زيدا، كل غنية عندها أكيد فما ناس باش يحبوا غنيات ويستحسنوا غنيات أكثر. حسيت أنا بدي كيف سمعته كيف حضر حسيت لي هو فيه ديفيرسيتي، معناه فيه تنوع باهي، نجم يمس الأذواق الكل توتون غاردون أن نيفو محترم في الموسيقى والكلمات. شنو هو الخيط الرابط بين الديفيرسيتي هذه؟ كي نقولوا ديفيرسيتي معناها متنوعة، معناها من التراث المحمود درويش اللي دي كريا اليوم، وحيد العجمي وإلى رضا شمك. شنو هو الخيط الرابط بيناتهم؟ الإنسان. الإنسان مواضيع كلها تمس الإنسان وين ما كان، معناها يمكن المنطلقات تكون تونسية أكيد بهويتنا بكلامنا بموسيقانا، أما زادة مفتوحة خاطر بيدنا موسيقانا وكلامنا الكل مفتوح على ثقافات أخرى تعديت في تونس ولا أثرت في تونس ولا ما المنطلق الأساسي هو الذاكرة. زادة المنطلق الأساسي هو البحث في 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 تراثنا هذاك، كسوسوا أنك تخدم ربريز متاع تراث وإلا أنك تخدم في اللحن كما قاعد يعمل مهدي، أنه يخدم في داخل اللحن على التراث التونسي داخل اللحن الجديد. معنى جسمان لبنى نعمالي كانت تغني دي ربريز لغني شرقية، تغني الفيروز، تغني الأميمة خليل، تغني حتى للشيخ إمام. اليوم نلقاو لبنى ترجع للتراث التونسي اللي كانت قبل ما نسمعوكش تغني فيه، معنا عرفناك بعصفور، عرفناك بغاني أخرين غير بالشيخ إمام، اليوم نلقاوك تغني في كب الفولارة، معنا من أغنية مغلى في المحلية متاعها. فولارة تسجلت عام 2009 مع زهير جوجة. تحية ليه، هو اللي وزعها. وأنا من قبل عندي الهاجس هذاك، ما يمكن يظهر لي كلنا بعد ثورة صارت لنا مصالحة مع الهوية، مع هويتنا، مع تاريخنا، مع تراثنا، لكلنا كلي صارت لنا شوك فيقتنا اللي قدشنا محلينا، قدشنا مزيننا، قدشنا كنا مخنوقين، وفما تراث منسي، وفما تراث منسي داير هذاك اللي أنا ممكن زادة ثم كان سوء استغلال زادة للمادة التراثية هذه من بعض الفنانين بتبيع. ممكن ثم عملية تجارية أكثر منها عمليات إبداعية ونحت وبحث على على, 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 على على الموسيقى هذه. المشكلة اللي التراث قبل تحصر في الـ في الـ في ربوخ، محليرة وربوخ والفزاني صافي بارتي منا زي دراء، لكن كانوا ياخذوه ويعودوا يزعوه بكلافي، معناه يخرج بكلافي ويخرج شاب صالح على روحه، هجينة ما فيهاش روح، ما فيهاش يفقد حتى خصوصيته، يفقد حتى جو، يفقد روحه، يفقد الروح. باركونتر أنا بيرسونال ما حبيت نخدم على التراث انطلاقا منه، هو ما يكون مفتوح على الآخر، على العالم، على موسيقات العالم. الكلمة ليك.